شرف بحضرتك. عباس صابر عباس، امين صندوق النقابه العامه للبترول، وامين عام الاتحاد المحلي لعمال الاليوبيه. اهلا بحضرتك. تقول ايه على الحشد الكبير ده النهارده؟ في الحقيقه ان معالي وفخامه الرئيس يستحق مننا اكتر من كده بكتير. احنا يعني بنقول احنا حاليا في مرحله رد الجميل لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيعني ان شاء الله بنقول له اللي حضرتك قدمته للعمال خلال الفتره اللي فاتت، جه الوقت اللي نقول لحضرتك احنا عايزين حضرتك تستمر معانا، وعايزين حضرتك على طول موجود معانا لاستكمال مسيره بناء الجمهوريه الجديده. ايه الانجازات الملموسه اللي العمال حسوا بيها الفتره اللي فاتت؟ في الحقيقه لما نتكلم على الانجازات، اهتمام الرئيس بالعامل، التامين الصحي، رفع الحد الادنى للاجور، الاهتمام بالعماله الغير منتظمه، كل ده قبل كده ما كانش موجود. المنشات الصناعيه، الطرق اللي بتتعمل النهارده والمحاور الجديده للتنميه عشان جذب الاستثمارات وفتح المشاريع الجديده، كل ده اهتمام للعامل وبيعود مردوده على العامل وعلى اسره العمل المصري. طموحك ايه في البرنامج الانتخابي القادم للرئيس؟ طموحي ان احنا نشوف مصر محققه الاكتفاء الذاتي بفضل سواعد ابنائها، واستكمال بناء جمهوريه جديده يعني مع معالي وفخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر. اهلا بيك. تحيا مصر.